هنا للمواجهات، المواجهات السابقة ما بين الفريقين. نادي أبها هو تغلب على نادي الجيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ب1-0. بدأت المباراة بصفر، تحكم المباراة فيصل بلوي، والانطلاقة البداية هي لنادي أبها بالمنطقة الخلفية. نادي أبها عند أحمد السلم، هنا كرة سلمي، عرض كرة خلفية وأقرب إلى عبد الله القيسي. عبد الله القيسي عند كرة عبد الله، والعرضية على مرمى نادي المجزل وأقرب، والتسديدة يا سلام، حلوة حلوة حلوة، فكرتها لعبتها حلوة جميلة جدا. هذه اللعبة نشاهد لعبة مدرب الفريق منذر مخلوف، هذه اللعبة يا سلام يا سلام على اللعبة الجميلة حتى الآن، هي من نواف الشواعر، نواف الشواعر يا سلام، جميلة جدا وخطيرة. هذه اللعبة من عبد الله العنزي، اليوم هو يشارك في هذه المسابقة، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. إلى نادي الجزل، لعبة ممتازة يسارية، نشاهد هذه الكرة عبد الله الحنين، وهذه كرة فيها خطأ، خطأ خطأ، وصفرة حكم المباراة فيصل بلوي حكم الدولي الشاب حتى الآن. خطأ على مين؟ على اللاعب جيل ماتشي، جيل ماتشي. دانيل يلعب كرة على القائم القريب، وكرة جميلة من جوميز، جميلة كرة من جوميز، أدغار جوميز من أمام حسام، كرة جميلة جدا راحت إلى الركنية. عبد الله العنزي يبني الكرة لنادي أبها، خطير، الله، وقع اللاعب على الأرض، كرة كانت أسرع منه في الأيمن لنادي الجيل، مرتدة سريعة. عبد الله عنده كرة، يعرض كرة بعيدة يا عمي، وين هذه؟ هذه بعيدة تماما تماما تماما. بادي عنده خطأ، شاهد هذا الخطأ، بادي يلعب له كورة ممتازة، وحتى الآن راحت إلى وين؟ ضربة مرمى، والله ممتازة، كرة لعبتها فكرتها لعبت بطريقة ممتازة التي تتجه إلى دور الثمانية مباشرة. كرة اللعب على مرمى فريق الجيل، والتغطية للركنية، تغطية للركنية، غطي كرته ركنية، شاهد هذه الرمية الجانبية، عبد الله ممتازة، عبد الله يا الله، يا سلام يا عبد الله، والله فكرتها لعبتها ممتازة من عبد الله، كادت أن تأتي بخطورة، إن راحت جول وما لمسها أي لاعب ما تعتبر، تحتاج سرعة، أسرع عنزي، العنزي اللي غير كورته، وين وين وين، بعيدة بعيدة تماما عن مرمى عبد الله المرير، يا سلام. نشوف الخطأ، دانيل وين 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 وين، بعيدة هذه، بعيدة بعيدة جدا، بعيدة عن مرمى الحساوي، أقلعت الرحلة بعد أن تأخروا، هذه كورة خطيرة، والتغطية الدفاعية يا الله على هذه الكرة، يا الله على هذه الكرة المرتدة حتى الآن، والله كرة جميلة حساوي، ولكن أسرع من محمد المغربي، محمد المغربي يلحق على كورته، محمد المغربي يلحق على كورته، محمد المغربي أخذ الكرة، محمد المغربي خطيرة يا سلام، اللي يعني عن حكم المباراة وأعلن عنها المساعد، هنا كرة، كرة جوميز عند كرة، المتحرك البرازيلي النشط حتى الآن، والعرضية أقرب إلى دفاعات فريقي أبها، أبها أحمد السلمي، في المواجهات السابقة ما بين الفريقين، أذكركم مواجهات السابقة، مواجهات أبها والجيل ما بين الفريقين، تغلب نادي أبها، نادي أبها عند كورة، هزاع عسيري ممتازة، دخول دخول جميل، هزاع عسيري وعبد الله قيسي، ممتازة ممتازة من هزاع عسيري وعبد الله قيسي، ممتازة هذه الكرة،
نلعب في الدقيقة 60 ساعة من اللعب. شوف الكرة اللي جهزت منها الزاع عسيري إلى عبد الله قاسي، لعبها واعتلت قليلا. عبد الله لافة خطيرة من عبد الله قاسي. عبد الله قاسي هنا خطأ ينفذ على مرمى فريق كلتشي، لكن راح ساعة من اللعب حتى الآن. دغريري سيدريك حتى الآن البوادر غائبة، بوادر التقدم. هنا كرة والخروج محمد حساوي اللي لعب معاهم من أندية الدرجة الثانية، وهنا أوفسايد. مساعد يحتسب أوفسايد. يجي التحية من الجماهير. خالد اسم كبير جدا. هذه كرة مرتدة سريعة جدا إلى قاسي تأخر فيها. عبد الله قاسي نزول من اللاعبين بالضغط المباشر. عبد الله قاسي إلى هزاع عسيري عرضية والدخول من حارس المرمى. ممتازة من هزاع عسيري، ولكن لم يجد أي لاعب في القائم الأول. باص مقطوعة مرتدة سريعة. خالد يلعب لك كرة. خالد يا سلام، من أول لمسة من خالد زرعي. هنا هشام الرفاعي، شوف اللمسة وادي اللي فيه أوفسايد. خالد الرجوع من أوفسايد. أوفسايد على خالد زرعي. حتى الآن النزول بالباص بالوانتو بالعرضية. أوفسايد أو خطأ. صافرة حكم المباراة. حكم المباراة من قبل من الله خالد خطير. يا الله، حلوة 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 من خالد زينعي. والله برافو، فكرتها لعبتها خالد زينعي، استخدم فيها الذكاء. خالد زينعي كاد ان ياتي بهدف. يا سلام، شوف 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 شوف، راحت على المكان الصعب حارس المرمى اللي حاول فيها، ولكن بعيدا قليلا. خطيره خطيره جدا. راح نادي الجيل على هذه الكوره. اوه يا عند كرة لعبة لمسة. هزاع عسيري، هزاع تلعب كرة لسيدريك. سيدريك لعبد الله قاسي. عبد الله قاسي، يا الله يا إلهي على مثل هذه الكرات. كرة هزاع يلعب لخالد زينعي. خالد يلعب لك كرة. خمس دقائق هيروح خالد زينعي عرّيه. يا الله على هذه الكرة. يا الله على هذه الكرة خالد زينعي. شوف 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 يا سيدريك ضيع. خالد زينعي عمل فرق كبير. هذا العنزي. دقائق الأخيرة. سلمي لاعب منطقة أمامية. محمد ناجي، ولكن أقرب محمد حسابي حارس المرمى. داخل منطقة خطورة خالد، وبعد ذلك سدد في أحد اللاعبين مسافة 10 كيلو. ودائما حكام المرمى حكام المباريات هم أكثر من يتحركوا في الملعب. إلى صالح فريق الجيل. جوميز هذا هو البرازيلي، سجل هدف جميل من كرة ثابتة. استغل الأخطاء، خطأ وحيد استغل حتى الآن في الدقيقة 110. استغل اللاعب جوميز البرازيلي من كرة ثابتة، استغل الخطأ وأسكن هدف. شوف 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 شوف، سريعة وجميلة وهدف. جول برازيلي من البرازيلي الخطير جوميز. هو دار جوميز
حتى الآن أقدار كرة القدم شاءت ألا تبتسم إلا لنادي الجيل. شاهد هذا الخطأ، تلعب الكرة عالية وطويلة وحتى الآن هزاع يلعب له كرة، تغطية دفاعية، استماتة دفاعية من نادي الجيل. الجيل في الخط الظهر يستميت وحتى الآن كرة عالية وراحت إلى الأوفسايد.